ما تيجي كده على السريع اقول لكم ازاي تعملوا دراع يبقى 30 40 سنتي من غير وجع دماغ ولا تمرين ولا اكل صحي ولا اي حاجه. فككوا بقى من الجيم والعذاب بتاع السنه كله ده، انا اعذب نفسي ليه وامشي على دايت ليه؟ ما نقعد في البيت واعمل دراع قد كده وبنجات قد كده وترابيس قد كده ومحدش قد. انا اوجع دماغي ليه واروح الجيم؟ وده فعلا اللي حاليا بيحصل من ابو دراع وغيره كتير كتير كتير، سواء بره او جوه مصر. طب تعالوا نفهم القصه ايه اصلا والدنيا رايحه بينا على فين. الناس اللي بتلاقوا شكلهم في حاجه غلط، سواء عندهم صدر بس، سواء عندهم بايسبس بس، بقيه جسمه شكله غريب عجيب، مفيش اي تناسق عضلي ابدا، مبين على شكله ان ده واحد عمره ما دخل جيم. هل الكلام ده صحيح؟ اه الكلام ده صحيح، وده واحد عمره ما دخل جيم. ازاي يا كوتش ده بيطلع يقول لي انا باكل بالعشرين بيضه في اليوم وباكل بالتسع وجبات ومموت نفسي تمرين وبالخمس ست ساعات في الجيم؟ طب ازاي ده؟ الفكره وما فيها كل الكلام ده هاري، وما تصدقوش اي حد يطلع يقول لكم كده، لان المنظر العضلي المقزز اللي انتم شايفينه ده عباره عن زيوت مش عضلات. الحقنه ديت اللي بياخدوها اسمها ايه بقى؟ اسمها سينسول او بام بويز. دي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن 85% زيوت، عباره عن 7.5% بين كيلر، و7.5 تانيين الكحول. بين كيلر عشان يسكت الالم اللي هيحصل هياخده، وكحول على اساس انه هيطهر المنطقه من اللي هيجرى فيه، وهو ولا هيطهر ولا حاجه، ده انتوا هتشوفوا ايام سود.